إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بعد أن خطبت الخطبة الماضية السابقة أحدثت نوعا من الجدال أو الجدل في أوساط حتى الأئمة والشيوخ، وقد يصل إلى بعضكم طرف من هذا الجدل، ولكني ما أردت في هذه الخطبة أن أؤكد على بعض المعاني الأساسية المهمة التي أردتها من هذه الخطبة. في الخطبة الماضية كانت الرسالة الأساسية والمضمون والمحتوى الذي كنت أريده من الخطبة على مدار أكثر من 30 دقيقة، وإخواننا لا يعترضون على 30 دقيقة، يعترضوا على جملة جاءت بين ظهراني الخطبة كلها، وأنا سأبين هذه الجملة الآن. أردت أن أقول أن مزية الإسلام، وهذا شرف لنا وشرف للبشرية كلها، أن مزية الإسلام أنه لا يعرض ولا يدخله الناس من خلال آية حسية مادية تلوي العنق، يعني تجعل الإنسان يخضع لها، ولكن الإسلام انتشر من خلال معجزته العقلية التي لا تدرك بالبصر، إنما تدرك بالعقل والبصيرة، ومن خلال مضمون رسالته وشريعته ومنهجه المتكامل. هذا كان المضمون، واستدللت على ذلك بالقرآن الكريم، لأن المشركين طلبوا الآيات الحسية فلم يجبهم الله إليها، وأراد الله أن تكون الرسالة الخاتمة رسالة تخاطب العقل وتفتحه على مضمونها فيؤمن لمضمون الرسالة الذي إن اتبعها يعيش عيشة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. الإمام الحافظ السيوطي يقول: كل الآيات التي جاء بها الأنبياء من قبل حسية تدرك بالبصر، وآية محمد صلى الله عليه وسلم تدرك بالبصيرة، وفرق كبير بين ما يدرك بالبصر وما يدرك بالبصيرة. هذا كلام الإمام السيوطي عليه رحمة الله. النبي نفسه قال هذا في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر، إنما كان ما أوتيته وحياً
أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني معنى كلام النبي إيه؟ معنى كلام النبي بيقول الأنبياء اللي سبقوني كانت آياتهم حسية، بعض الناس أمنت به. الآية التي جاءتني آية وحي، الآية بتاعتي وحي، وحي يتلى، وهذا الوحي أوحاه الله إلي، وإني لأرجو بهذه المعجزة المختلفة التي هي وحي أن تكون سببا في أن أكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. أقول لكم أنه لم يمت نبي يوم مات ممن أوتوا المعجزات الحسية، فكان من آمن به عشر من آمن بالنبي قبل أن يموت. لقد حضر مع النبي، فقط حضر في حجة الوداع 100,000 أو يزيد في حجة الوداع، ده غير اللي في الأمصار. وأنتم ترون الآن كيف الإسلام حتى مع العجم تجاوز 1,000,000,000، وإحنا لا نزيد عن 300 مليون عربي بين المسلمين، غير العرب المسلمين يتجاوزوا 1,500,000,000. تمام؟ فهذا كان فحوى الرسالة. الإمام ابن رشد له كتاب في مناهج الأدلة في عقائد الملة، هو له كتاب قيم جدا يعني في هذا الموضوع، يقول ليفرق بين قضية التصديق في الإعجاز. لو عندي طبيبان، أنا بشرح ليه، عايز أوضح لكم مضمون الرسالة الذي كنت أبتغيه في هذا الأمر. عندي طبيبان، كل منهم يريد أن يقنع الناس أنه طبيب ويصدقونه أنه صادق في أنه طبيب. فالأول تناول للمرضى ووصف لهم الدواء وبرأوا، والآخر مشى على الماء ليثبت أنه صادق فمشى على الماء. قال يصدق الاثنان، ولكن الأكثر التصاقا بالتصديق من أتى من جنس ما يدعي، حيث أنه أبرأ المرضى بالدواء، فهو هذا هو الطبيب حتى ولو لم يمشي على الماء. قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أني آتيكم بشريعة فيها خيركم في الدنيا والآخرة، ورينا هذه الشريعة، اعرض علينا هذه الشريعة التي فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة، هذه الشريعة. منهج متكامل من لم تعرف الدنيا من قبل، منهج مثل هذا متكامل من العقائد في العلاقة مع الله، العلاقة مع الناس، العلاقة مع الحجر، العلاقة مع الشجر. الدين يقوم على ضبط هذه العلاقات التي تجعل الحياة حياة طيبة سعيدة، وآخرة طيبة سعيدة. منهج متكامل متكامل. وأنا في الخطبة قبل الماضية عندما تكلمت عن الأسرة قلت القرآن أفرد للأسرة وتكلم عن منهج متكامل للأسرة، منذ أن من قبل الزواج إلى إن حدث الطلاق وما يترتب عليه وكيفية التصرف والعلاقات الأسرية والزوجية، منهج من أروع ما يكون. هذا هي إعجاز المنهج، إعجاز المنهج. ثم الإعجاز اللي فيه حتى يأتي أحد من الناس بمنهج متكامل مثل هذا بده يكون فيلسوف يعني كبير، درس كتب، قضى عمره كله يدرس في الكتب عشان يطلع بنظرية. هل سمعتوا عن واحد طلع بنظرية في علم الاجتماع ولا في علم الأسرة ولا في التاريخ؟ لم يدرس، ما قعدش ودرس وقرأ 1,000 كتاب حتى يقدر يخرج بحاجة للناس. شوف ربنا بيدلل ان المنهج جه من عند الله، كيف قال يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. شوف ربنا بيقول ايه بقى على المنهج يعني عشان تفهموا مفهوم الرسالة. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
ده المنهج اللي معاك مع انك لم تدرس، مع انك لم تخط بيمينك كلمة قبل ان يوحى اليك، ومع ذلك المنهج اللي انت اتيت به اولو العلم ينبهر به، اولو العلم ينبهر به وينير في صدورهم انبهارا، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم خاصة الناس، وما يجحد باياتنا الا الظالمون. ومع ذلك يقولوا ولولا، وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربي، يقول انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. شو بقى الايه بتعقب، ركز مع الايات، هذه سوره العنكبوت مكيه، يقول ربنا اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو مش كافيهم اللي بيسمعوه من القران، اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. لو عندهم استعداد للايمان، اللي بيطلع عليهم ده مش محتاج آية تانية، مش محتاج معجزة، لا يحتاج إلى آية أخرى. هذا تكريم للبشرية يا إخوة، هذا تكريم. أنا وإنت الآن، جعفر لما راح، ضربت مثل جعفر، أنا ما احتاجش يكون معاه يثبت إن النبي عنده المعجزة الحسية، إنما عرض المنهج، عرض المنهج، عرض أخلاق الإسلام، وعندها أسلم النجاشي. النجاشي كان ملك في دولة مسيحية يحكم بالمسيحية، رجاله كانوا من القساوسة، ولما قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم وحكى له ما جاء به النبي من أمهات الأخلاق، النجاشي مباشرة قال إن هذا والذي أتى به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، لا يخرج من مشكات واحدة. إذن ما أردت أن أوصله وأريد أن أؤكد عليه أن هذا مما نفتخر به، أن آية نبينا آية عقلية برهانية منهجية وحيا يتلى إلى يوم القيامة، ولا يحتاج النبي إلى الآيات الحسية، ولا يحتاج النبي إلى الآيات الحسية. هل معنى ذلك انه ممكن ما يحصلش له بعض الخوارق؟ ممكن، احنا عندنا الاسراء والمعراج بالقرآن الكريم موجود يعني، تمام. بعض المفسرين قال اقتربت الساعة وانشق، انا لا اميل الى انشقاق القمر ان انشق فعلا، لا لا، هذا من علامات يوم القيامة، والفعل الماضي لا يعني دايما الوقوع، اتى امر الله فلا تستعجلوه، ربنا يتكلم بالماضي، ما في مشكلة، لأن لا يوجد أي قوة مخلوقة ممكن تقف أمام قدرة الله. أتى أمر الله خلاص فلا تستعجلوه، هل القيامة قامت يعني؟ لا، وجاءت بالماضي، فاقتربت الساعة، حتى السياق يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني من آيات يوم القيامة انشقاق القمر مثل تكوير الشمس وتخلي الأرض وقشط السماء، كل ما ورد في هذا الأمر. لكن خوارقة طبعا، الإسراء والمعراج خارقة، هل تحدى بها النبي المشركين؟ لا. هل طالبهم أن يؤمنوا به من خلالها؟ لا. تمام؟ طيب، الآيات اللي ذكرت كلها الخوارق يعني كانت في المدينة في العهد المدني، يعني مش وقت ما طلب المشركين الآيات. تمام؟ الجملة التي اعترضوا عليها أني قلت أني أرتاب فيها، لعل كان الأدق أن أقول أني أرتاب في بعضها، لا مانع، أنا أرتاب طبعا في بعضها. لماذا؟ لما تبحث في موطأ مالك تلاقي ذكر له 3-4 معجزات، وبعد كده بدأت المعجزات تتضخم لحد ما وصلت 1500 معجزة، حاجة عجيبة، ضد حركة التاريخ، ضد حركة التاريخ، ضد المنطق والعقل. ليش؟ لأن المفروض المعجزات تكون كثيرة في عهد الصحابة وتقل شوية في التابعين، بتتنسى يعني جزء منها يتنسى. ما هو مين اللي ناقل المعجزات؟ مش الصحابة اللي شافوه؟ المفروض ينقلوا لنا 1500، التابعين يجوا ينسوا شوي، تابع ينسوا شوي، لحد ما نوصل لأربعة بتوع مالك في مثلا بعد 1000 سنة. اللي حصل العكس، اللي حصل إن المنبع قليل وقاعدة بتزيد مع الوقت. لا شك أن بعضها
مما لا نحتاج إليه حتى نعرضه على الناس. طيب هل هذا يعني ما يهمني يعني، هل هذا إنكار للسنة؟ ركزوا معنا، هتسمعوا في الأيام المقبلة أن شيخكم منكر للسنة ويتبع المدرسة العقلية، وأنا هجاوب لكم على الاثنين الآن. تمام؟ هل هذا معناه أني منكر للسنة؟ لا. ما هي السنة؟ أنا مش هتكلم كلام علمي عشان ما دوخكوش معايا، بعض الشيوخ الذين أحبهم يعني بيقول لي يعني هون على الناس عندك في المسجد التبقين خطب بتاعتك صعبة، تقول لا بتطمن هالناس اللي عندي دول يفهمون أكثر من أنا، أثق فيكم 100%. صحيح ولا لا؟ يعني بتكلم من أرضية صلبة مش كده؟ تمام. السنة ما صدر عن النبي، والحديث ما ورد إلينا منها. انتبهوا الفرق، والله أنا لا ألومكم، من أشيوخ من أتكلم معهم لا يحسن الفرق بين الاثنين دول، فأنا هقول لكم الفرق ببساطة قوي، بس ركزوا معي. السنة ما صدر عن النبي فعلا من قول أو فعل أو تقرير، والحديث ما ورد إلينا وما نسب إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير. هل يستويان؟ لا. طيب لو غلب، مش تيقنت، انسوا موضوع التيقن، أنا ما بكلمش على اليقين الآن، لو غلب على ظني أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغلب الظن أنه سنة، أقول لكم اسمعوا اللي هقوله الآن عشان تبقوا تشهدوا علي في هذا المشهد، يعني أني قلته في هذا المكان، فليس في قلبي ذرة من إيمان إن أعرضت عنه. إذا أنا أعرضت عنه يبقى ما عنديش ذرة من الإيمان، كيف أعرض عنه؟ إذا أنا غلب على ظني أن النبي قال ذلك أو فعل ذلك، كيف أعرض عنه؟ ما أروح لمين يعني؟ أخذ أقوال مين إذا كنت أعرض عن كلام النبي يعني؟ والعياذ بالله، ده مش قوله ولا فعله ولا تقريره، لا، أنا كمؤمن التراب اللي وطأته قدمه لو غلب على ظني أن هذا التراب وطأه قدم محمد لحملته على رأسي فخرا وعزا بين العالمين. بس عشان ننهي هذه القضية، فيش في دي ما فيش فيها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الإشكالية أين؟ هل غلب على ظن أن هذا الحديث منسوب إلى النبي وورد إلينا منه؟ إذا غلب على ظني فأنا خويدم لهذا الحديث، مش خادم، خويدم، خويدم صغير كده لهذا الحديث. وإذا ارتاب الشك عندي قد أتوقف، لكن إن تيقنت بوضعه أو بقواعد كثيرة ممكن أحتكم إليها مخالفة صريحة للقرآن الكريم، ولو أردت لضربت لكم أمثلة تشيب لها رؤوسكم الآن، لكني لن أفعل الآن لأن هذا ليس غرضي. إذا غلب ذلك فأنا في حل من هذا. هل هذا بدعة من الفعل يعني والقول؟ لا يا إخوة. الإمام مالك، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا، الإمام مالك صاحب الموطأ ابتدأ موطأ كما ذكرت الروايات بآلاف الأحاديث، وظل يتخلى 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 يتخلى، يوم ما مات كان الموطأ فيه المرفوع 400، لكن كل اللي محتوى الموطأ حوالي 900 أو 1000، المرفوع للنبي اللي هو قال إن ده النبي قاله 400 من كذا ألف كان بادئ بهم الموطأ. مش هو الإمام مالك بيتخلى بمزاجه يعني؟ يعني الإمام مالك متأكد من اللي هو تخلى عنهم دول إن دول أحاديث قالها النبي وهو مش عاجباه، ولا شك فيه؟ معايا ولا مش معايا؟ ولا بل برواية بتقول انه يوم في السنة التي مات فيها كان لسه ناوي يترك بعض الاحاديث من الربعمية اللي موجودين الان في الموطأ. تمام؟ هل الامام مالك كده رافض السنة بتاع النبي؟ ده هو اكبر خادم للسنة، ده هو اول من كتب السنة، الموطأ اول كتاب كتب في السنة،
لكنه بينقل، عايز يتأكد ان الكلام ده صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واول من سن التأكد مما نسب الى النبي سيدنا عمر. ابو موسى الاشعري طلب سيدنا عمر فجاءه فطرق عليه ثلاث ثم مضى. سيدنا عمر ما سمعوش، فلما استبطأ طلبه اين انت؟ قال له جئتك فطرقت عليك ثلاث فانصرفت. قال له لما انصرفت؟ لما عدتش يعني تطرق الباب حتى؟ قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يطرق ثلاث ثم ينصرف. قال له اسمع، انت قلت الان ايه؟ رسول الله، ان لم تأتني بشاهد على ما تقول لجلدتك. بيقول لي مين يا جماعة؟ بيقول لي صحابي، بيقول لي ابو موسى الاشعري اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ان يسمع منه القرآن، يقول له يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ابو موسى الاشعري، سيدنا عمر يقول له لو ما جبت لي الشاهد انا بجلدك. طلع سيدنا ابو موسى مذعور، لقى مجلس من الانصار، قال له حد منكم سمع النبي قال كاد كده؟ قال له نعم. واحد راح شهد معاه، سيدنا عمر قال له انا لا اكذبك ولكني لا احب ان يتهاون الناس ويقولون قال رسول الله، لأن قال رسول، قال محمد موسى، قال الجن الأزرق ولا له قيمة، لكن دول قال رسول الله، هذا يصبح دين، بنت ألتزم. فسيدنا عمر مش عايز الناس تتساهل في قال رسول الله قال رسول الله. قال له لو لم تأتني بمن يشهد لك جلدتك أجلدك. وكان بيمنع الرواية ليه؟ لأنه مش عايز الناس تتساهل في قال رسول الله. إذن هناك فرق كبير بين السنة وبين ورودها ونسبتها إلى النبي. أرجو نكون فهمناها، أرجو نكون فهمناها. العمل اللي بعض العلماء، ولا يوجد عالم إلا ووقف موقف الشك من بعض الأحاديث بناء على نسبتها وورودها، لا على أنها سنة صدرت عن النبي وهو يرفضها. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك. إذن لابد أن نفهم هذا الأمر، لأن فيه ناس سدنت الوهم دول، يعني قاعدين أو عندهم قائمة الاتهامات جاهزة على طول بيدوها لك وقت اللازم، يعني عشان يخرجوا من الملة ويدخلوا في الجنة ويدخلوا النار اللي هم عايزين. اتركوا هؤلاء السدنة، لما بنتكلم كلام علمي دقيق. فرق كبير بين السنة وبين ما ورد منها وما نسب إليها. هل المشكلة مع السنة ولا مع النسبة؟ مع النسبة. وإلا كان يبقى سيدنا عمر عنده مشكلة في السنة، إنما مشكلة سيدنا عمر كان عايز يأكد إن اللي يقول حاجة عن النبي يكون إيه؟ متأكد منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمر الأخير الذي أختم به، دائما تتبع المدرسة العقلية، وهذا شرف، هذا أنا لا أنكر ذلك، شرف هذا المدرسة العقلية. أنا عارف أنه بعضكم ممكن ما ياخدش باله منه، بس يسمعها منهم يفكر أنه ضد الدين ولا حاجة. مؤسس هذه المدرسة في العصر الحديث هو العلامة الأستاذ الإمام الكبير رائد النهضة الحقيقي الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله. من تلامذة المدرسة دي، أنا هعد لكم شوية تلامذة بس كده فقط، وإنتم من تلامذة المدرسة احكموا إذا كان ينفع شرف لنا ننتمي لهذه المدرسة ولا لا. أكبر تلميذ ووارث هذه المدرسة وناقل علم الإمام محمد عبده الشيخ العلامة محمد رشيد رضا صاحب المنار، ده أكبر تلميذ عنده، تمام؟ من أكبر تلامذة هذه المدرسة الشيخ إمام الأزهر، الإمام الأكبر الشيخ مصطفى المراغي، واحد من عباقرة الأزهر، ده تلميذ مباشر للشيخ محمد عبده. من تلامذته مصطفى عبد الرازق، شيخ كبير من أكبر شيوخ الأزهر اللي جدد مفاهيم الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث. الشيخ شلتوت، واحد من أعلام الأزهر على مدار تاريخه، شيخ شلتوت عليه رحمة الله. عايزين تسمعوا الاسم، يعني اسمعوا اسم الشيخ شلتوت، أكيد كان شيخ الأزهر وكان شيخ وأستاذ الشيخ القرضاوي، وله أفضال كثيرة على الشيخ القرضاوي.
الشيخ شلتوت عليه، العلامة صاحب دائرة المعارف الإسلامية محمد فريد وجدي، الشيخ محمد فريد وجدي صاحب دائرة المعارف الإسلامية، هذا من تلامذة الشيخ، تلامذة مما لا يحصى. أنا مش عايز، أنا بدي أمثلة إلى ضرة الفكر الإسلامي في هذا القرن. الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي تلميذ هذه المدرسة، يقول الشيخ محمد الغزالي إن أعمدة النهضة في العصر الحديث تدور على ثلاثة: الأفغاني، محمد عبد رشيد رضا، تمام، هذا داخل مصر. في العالم العربي الشيخ العلامة المقاصد الكبير الشيخ الطاهر بن عاشور تلميذ محمد عبد، صاحب أنضج تفسير في العصر الحديث، أنضج وأجمل تفسير في العصر الحديث، التحرير والتنوير، الشيخ العلامة الكبير الطاهر بن عاشور. العلامة المصلح الكبير عبد الحميد بن باديس لم يلقى الإمام محمد عبده، ولكن تتلمذ على يد وبصداقة والتصاق بالشيخ رشيد رضا وبالطاهر بن عاشور. ابن باديس معروف، أهل الجزائر كلهم يعرفوه، مش كده؟ اللي هنا من الجزائر يعرفوه، عالم كبير يعني، تمام. من لبنان أحد أعظم كتابها ومفكريها شكيب أرسلان، الأمير شكيب أرسلان ده كتب، يقول لما كان محمد عبده في لبنان وأعطى دروس القرآن في المسجد الكبير في لبنان وجاء بأفكار جديدة، المفكرون المسيحيون في لبنان استأذنوا حضور درسه. يعني ممكن ندخل المسجد ونحضر الدرس بتاعك؟ هذا كلام جديد، هذا عايزين نتعلمه، ثقافة عربية يعني، من باب الثقافة. هذا ذكره شكيب أرسلان في مذكراته، ونقلها عنه المفكر الكبير محمد عمارة، ومحمد عمارة من تلامذة هذه المدرسة أيضا، المفكر الكبير محمد عمارة، لأنه كتب الأعمال الكاملة لمحمد عبده في 5 أجزاء، تمام. الثائر الكبير من أهل سوريا عبد الرحمن الكواكبي عز الدين القسام من تلامذة محمد عبده، ده غير رجال الفكر اللي اعتبروا نفسهم تلامذة له: سعد زغلول، قاسم أمين، عباس العقاد، كل دول اعتبروا نفسهم تلامذة عند مدرسة محمد عبده الفكرية. يعني أشعر بحاجة، أن ده أنا ولا شيخ ولا خويد في هذه المدرسة أصلا، ده شرف لي أن أنا أنتمي لهذا الفكر الناضج. هذا كانوا أذكياء خدموا الإسلام، أنا لا يشرفني أكون مع مجموعة ضيقة العقل والفكر والذكاء. هذه مدرسة أتشرف بها أصلا ولا أنكرها، بالعكس هذا شرف، ما عندي مشكلة أن أنا أكون أنتمي لهذه المدرسة وهذا الفكر. هؤلاء الأعلام، أعلام هذه المدرسة، هل عندكم يعني مشكلة في هؤلاء الأعلام الذين ينتمون إلى هذه المدرسة؟ على أي حال، هذا شرف أنا لا أتنكر له أبدا، وما سئلت في أي موقف هل أنت تابع لهذه المدرسة إلا قلت نعم بملء الفم، ما عندي مشكلة في هذا، تمام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تردنا عن باب جودك خائبين، اللهم لا تردنا عن باب جودك خائبين، ولا خزايا ولا محرومين، واقدر لهذه الأمة أمر خير يا أرحم الراحمين، وارفع البلاء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي مصر وفي فلسطين، وحرر لنا المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر لنا المسجد الأقصى الأسير، وارزقنا فيه صلاة تقر بها العيون تحت إمرة المؤمنين يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم تكتب آثاركم.